اهلا وسهلا بكم. يا هلا بالعرفج. يا هلا والله. اول شيء دكتور نهني انفسنا الحقيقه فيك، ونهني الوطن، ونهني كل صحيفه تكتب فيها وكل منبر تظهر فيه. هو الحقيقه ان نهنيك على محبه الناس، ونشكرك الحقيقه انك كنت معنا خلال المئة حلقه الماضيه، ودائما معنا اساسا قبلها، وتكون معنا ان شاء الله بعدها. فالشكر لك من الاعماق. والله ابو سعد الشكر لكم انتم، لكن احنا مدام في مقام الشكر، واذا صح التعبير، الانسان ما تتاح له فرصه دائما يشكر الناس، وانا احب اشكر من اسدوا الي معروفا. لو كنت اتمنى في هالموقف من يكون معي كانت تمنيت امي الله يحفظها لولو عجلان تكون معي، لكن صعبه. انا اشكر امي اول شيء، اشكر الدوله وليس الحكومه، الدوله اللي نشأت فيها وتربيت فيها، الدولة اللي أعطتني مساحة جغرافية، الدولة اللي أعطتني جواز وهوية وكذا. أشكر روتانا اللي عرفتني على الناس وقدمتني الناس. أشكر علي بصفة خاصة أيضا، صديقي الذي لم تكن الصداقة لها دور، لأن أصدقاء علي بالألوف، لكنه جاب أحمد لاعتبارات مهنية، وسعود لعلي أيضا. أشكر أصدقائي أصدقاء الطفولة، أشكر أخواتي اللي صبروا علي لما كنت 7 سنين أدرس في بريطانيا وتحمله، وأشكر أسرتي العرفج اللي أيضا صبروا على الغربة. أشكر أعدائي اللي خلوني أحسن وخلوني أنطلق في مسارة الحياة. أشكر 3000 كتاب في مكتبتي من الناس اللي تعلمت عليهم. أشكر علي حرب، أشكر مارون عبود، أشكر علي الوردي، طابور طويل من آبائي اللي تعلمت عليهم. هذول آبائي. أنا صحيح أني ما عندي أب، ولدت من دون أب، أبوي الله يرحمه ما عرفته ولا شفته، لكن تعلمت، وكل اللي علموني هم آبائي. وأقول أنه المكتبة العامرة اللي فيها أكثر من 3000 كتاب، هؤلاء آبائي، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا علي المجامع. الله الله الله، شكرا لك يا دكتور مرة ثانية. يعود الزمن بي إلى 3 سنوات مضت في أول يوم أطل فيه برنامج أهلا بالعرفج، الذي يتم اليوم حلقته 100 حلقة و100 ساعة و6000 دقيقة. نسترجع سويا الذكريات في هذا التقرير. كيف كانت مسيرة البرنامج مع الدكتور أحمد العرفج صانع الفرح وأيقونته؟ نتابع. الثاني والعشرون من يناير لعام 2013 كان الموعد الأول لانسلال أولى السخات من ديمة أهل بالعرفج، البرنامج الذي اتخذ من يوم الأربعاء موعدا ثابتا يتجدد فيه اللقاء في كل أسبوع مع عامل المعرفة ومفترسها طليعها وربيبها الدكتور أحمد العرفج. اليوم أنا سعيد جدا بانضمام الصديق العزيز الكاتب الساخر الدكتور أحمد العرفج إلى روتانا، وروتانا خليجية تحديدا، وأيضا يا هلا على وجه التحديد. أنا أتيت هنا ليس بوصفي كاتبا، أتيت هنا بوصفي دارسا ومتذوقا وقارئا. وانطلقت بعدها سواري العرفج تسح هطلها على غبراء أجدبت ذاك الجفاف والشح الذي خلق ردماً ما بين الثقافة ومريديها وما بين عامة الناس. ولذا كان لساماً على البرنامج أن يأخذ على عاتقه تبسيط كلاكيع الثقافة والمثقفين وتقديمها على طبق أسبوعي لجميع أفراد الأسرة. صارت معركة بين الجزيرة الجرير والفرزدق، من منهما أشعر؟ فراحوا لأبو العلاء، راحوا لأبو أبو أبو عمرو بن العلاء، فقال لجرير أنت عند العامة والفرزدق عند الخاصة، فقفز جرير من الفرحة وقال الحمد لله انتصر. في ذات الوقت لم يقتصر البرنامج على تصدير الثقافة والمعرفة بعيدا عن واقع الناس كما هو الحاصل في المنتديات الثقافية وصالينها، بل كان البرنامج متابعا لأبرز مخرجات الصحافة بشكل يومي، يقف على القضايا التي تهم المواطن بشكل مباشر. ناقش البرنامج خلال 100 حلقة على الهواء مباشرة أكثر من 500 قضية تشكل هاجسا لدى الناس. ولعلنا هنا نقف على بعض أبرز القضايا التي ناقشها يا هلا بالعرفج وكان لها أصداء عند الناس. فالعرفج يرى أن قضية الإسكان هي إحدى القضايا التي لقي لها أصداء كبيرة،
وزير الإسكان يقول بالصبر سنحل مشاكل الإسكان، ورحت المسجد صلاة الجمعة أيضا الإمام وصاني بالصبر. فأنا جلست أفكر مع بيني وبين نفسي، فقلت اللي قاعد تفكر تفكير جاد عميق ولعبت مع عقلي 4-4-2، توصلت إلى فكرة خطيرة أنه ليه ما يعني نستحدث وزارة اسمها وزارة الصبر، لأنه مدام أنه كل يوصينا بالصبر نستحدث وزارة، والوزارة هذه تكون أول شيء يكون الوزير مع دكتوراه لكن ليست وهمية لا، ويبدأ اسمه بأيوب، الدكتور أيوب. بعدين يكون في وكيل الوزارة لشؤون طولة البال. موضوع وزارة الإسكان جلد، حتى أنه أنا حطيت في تويتر صورة للإعلان يقول لك وزارة الإسكان تبحث عن سكن لها في الرياض، وزارة الإسكان ما لقت لها سكن. فأنا ما يعني أنا من البداية يائس أن يحصل على مسكن، يائس. والآن برفع قضية على وزارة الإسكان إنها أحيت فيني الأمل أن يحصل على السكن، والأمل هذا بعد ما أمدته هي أحيته ولم تنفذ. ملف الإسكان كأنك حاطه فوق ظهر سلحفاة. أما مرتدي يوتيوب فيرجحون بعدد مشاهداتهم حشاشو هذا الزمان الدواعش. حركة داعش يجب أن تغير اسمها من تنظيم داعش إلى تنظيم العنز، لأنه هذا اسم أقرب إلى ما يتعاطونه من الفكر القديم. أعتقد أن فكرة داعش تذكرني فكرة الحشاشين في التراث الإسلامي. كان فكرة الحشاشين ناس يعني لا ينتمون للحياة ولا ينتمون للعصر، هم الآن ما زالوا يجادلون الفاكس. هذا الفاكس كنا نجادله إحنا قبل 30 سنة، الناس يقولون أنه كان جن لتنقل الأوراق من بلد لبلد، يعني أمر مضحك. بعدين حركة داعش حركة مريبة بكل ما فيها. تصور تكونت في غضون أشهر أو سنة، يعني الدعوة المحمدية عشان تكونت قد جلست ربع قرن، أنت في يوم وليلة تتكون. وأكثرنا يحاكم داعش على أنها فكر إسلامي، هي بعيد عن الفكر الإسلامي، هم في مجموعة حشاشين مشبوهين يجب معاملتهم بموجب أنهم طلاب سلطة يحاولون أن يبحثون عن السلطة كعدو. وخلال 100 حلقة أو بمعنى آخر 100 ساعة تلفزيونية، عرض يا هلا بالعرفج 200 كتاب ما بين مسموع ومقروء، لينقل يا هلا بالعرفج مصطلح مزاين الإبل الشهير إلى مزاين الكتب. نروح إلى مزاين الكتب وكلمات سيئة السمعة ليحيى جابر. أيوة يا أبو سعد، هذا يحيى جابر طبعا كاتب لبناني ومسرحي أيضا وصحافي لبناني. هذا الكتاب من الأدب الساخر الشبابي، تعرف احنا ولفنا على الأدباء الساخرين الجاحظ وكذا، ما عندنا كتاب شباب ساخرين. هذا من الناس اللي يعطيك هذه الفكرة، يعني تجد فيه عن بيل غيتس، تجد فيه عن الرياضة، عن السياسة، عن الكورة، عن كذا، مقالاته فيها بذخ. مزاين الكتب المسموعة، مزاين الكتب المسموعة يبدو انه على الشاشة ولا لا يا بس؟ نعم، قصيدة الزعتر. ايوه قصيدة، شوف محمود درويش. عالم محمود درويش. اي هذا عالم محمود درويش يا أبو سعد، شاعر محمود درويش اللي بيصقل لغته في اليوتيوب مجموعة كبيرة، اكتب محمود درويش قصائد مسموعة بتطلع لك أقل شيء 1000 قصيدة، اسمع أي شيء منها. أنا اخترت الزعتر لأن فيها أحمد، فهو حبيت اسم أحمد لأن أحمد صديق لي. وخلال هذه المسيرة المئوية والتي تجاوزت 6000 دقيقة على الهواء مباشرة، عرض عامل المعرفة 100 مقالة من بديع تحف الكاتبات والكتاب السعوديين الكبار في الساحة، والذين لم يسلموا من النقد البناء ولم يمروا دون الوقوف بإشادة على مواطن إبداعهم، ولكن بالبهارات العرفجية. خلينا نبدأ بشي اسمه المزايا. الدكتور جاسر بلا شك هو طبيب، وعندما تقرأ مقالاته تلمس المزايا التالية. تركي ستيري له عناوين لا تنسى. نجي للعيوب. أول عيوب أبو عبد الله إنه الترتيب عنده في المقال سيء، يعني مثلا شوف المقال هذا ولا فاصلة ولا شيء، كأنه كتلة. قلت له يا دكتورة الكتابة ماذا تعني؟ قالت هي قناتي للوصول إلى الناس وقناتي للتغيير والتعبير والإصلاح. أول مرة يسمع ما يدري إنه هو الكتب. عموما أبو عبد الله يعني إدريس كان لي الشرف إني أنا تتلمذت على يده في الصحافة فترة، وكان مديرنا وكان يعذبني خليني داوم في الليل على أساس الطبعات وملاحقة الطبعات. وخلال 3 سنوات هن عمر 100 حلقة من برنامج يا هلا بالعرفج، عرض خلالها 100 عبارة من معلقة في الذاكرة والسلوك السعودي. من شاور مع عطاء. أي والله مساعد، يعني شوف هذا المثل غريب في السعودية، يقول لك من شاور مع عطاء. الله عز وجل يقول شاورهم في الأمر، وأنت تعرف إنه من الرقي إني أنا شاورك. أنت مثلاً جاي يعني في البيت طيب، يا أبو سعد إيش تحب تأكل، سمك ولا لحم ولا دجاج؟ في ناس ما تأكل اللحم، في ناس ما تأكل ده. أنا بالنسبة لي شاورني يا أخي، أكل على الأرض ولا على الطاولة؟ أنا ما أحب أكل على الأرض، وأعتبره من علامات التخلف إني أكل على الطاولة، ولي أسبابي.
مئة بيت شعر من نوادر ولآلئ العرب. وقال: وما في الأرض أشقى من محب، وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق. ومئة فتوى مما رواه العرفج في كتابه غرائب الفتوى. تعتاد بعض النسوة رفع الثدي أو شده بخرقة حتى يرتفع ليتوهم أنها شابة أو بكر أو نحو ذلك، فهو لهذا القصد غش محرم. أما ختام حلقات العرفج فكان ممزوجا بنغم الأوتار وعذوبة الحناجر، فروى عامل المعرفة خلال هذه المسيرة 100 قصة لأروع ما علق في أذهان السعوديين من الأغاني التي طارت بها يمامة الفرح. الوطن الحبيب روحي وما ملكت يداي فداه، وطن الحبيب وهل أحب سواه، وطن الذي قد عشت تحت سمائه، وطن الذي قد عشت فوق ثراه. قد عشقت ربوعه، إني أحب سهوله ورضاه. ولنا الله يا خالي من الشوق، أنا المولع على نارين بعد المحبة والمودة، صرت تنسوني بعدين ايش يقول؟ اتقلب على جمر الغضا، اتقلب واتذكر عهدا مضى، زمان شاغل القلب يوم كنا، يوم كان الهنا. هو عبد اللنا. عبد اللنا. يقول: الحب اسرار، قال الصدق ابو محضار، وانت وينك وين الحب يا غدار؟ وانت وينك وين الحب يا غدار؟ خلال كل هذا المسير وللاستمرارية والديمومة، ظهر العرفج في أكثر من لقاء من أماكن مختلفة حول العالم، فتواجده كل أربعاء مهم لا يحيد عنه وإن كان خارج البلاد. Hello, it's me. تعرفوا صحة العرفج غالية علينا، ورغم صحته الغالية إلا أن إطلالات العرفج في مرتين كانت بالنظارة السوداء، مرة لعملية في العين وأخرى إثر عوامل المناخ. وعلى طريقة العرفج الكاتب: حسناً ماذا بقي؟ نصل إلى الختام. لحظة العرفج في أول حلقة بدأ كذا، في حلقة الأسبوع الماضي صار كذا. يبدو أن تفكير عامل المعرفة في قضايا الأمة وبعد 500 قضية نجحت في إنزال وزنه على الأقل، ولني محضر خير بغيت تذكر بس. أنت وعدت إن شاء الله 12 ثوب. أنا 12 ثوب أذكرها. وأنا المتيم بحبك، أنا المتيم بحبك. كانت هذه مسيرة المئوية العرفجية، نلتقي بكم في المئوية الثانية. يعني 100 يوم مرت بشكل كبير. الحقيقة أنا أشكر مصعب المرضي اللي أطربني وأطربكم. بالله يضربها في اثنين، الشكر اضربه في اثنين. شكرا الحقيقة مصعب المرضي، كان موسيقى الحقيقة كل ما كتب. والله أنا ما أدريت أنه أحمد هذا يا أخي، خلاه كأنه شخص غير أحمد. أنا الحين انبسطت على نفسي، انبسط بالذات هذه لما جابني بالبدلة وأنا دب الله. نعم. خلينا نشوف يا دكتور، نروح كمان على أساس إحنا نوثق تاريخيا. الحقيقة عندما يعني يذكر نجاح لأي منجز فدائما ما يرتبط بالصورة الذهنية التي خلفها هذا المنجز لدى الناس، سواء من العامة أو من قادة النخبة الثقافية. تقريرنا التالي يرصد أبرز ما قاله وكتبه الكتاب والنقاد عن برنامج يا هلا بالعرفج. نتابع هذا التقرير، عنوانه قالوا عن يا هلا بالعرفج. نتابع. قالوا عن يا هلا بالعرفج.
ولأن يا هلا بالعرفج في 100 حلقة ومشوار طويل ناقش الكثير وطرح العديد من الآراء وبحث في المعرفة وسبر أغوارها، فقد وصل الأثر إلى الكثير، ولا عجب أن يكتب كبار النقاد والمفكرين من الكتاب وقادة الرأي عن يا هلا بالعرفج. نلخص غيظا من فيض في هذا التقرير. نبدأ بالناقد حسين بفقيه، والذي كتب في تعليق له أنها فقرة خفيفة على القلب ومفيدة جدا ومبدعة. أما الكاتب خالد بن صالح الفاضلي فيقول: من جماليات الأقدار أن تأتي أفضل الحظوظ تصاعديا ويصبح الحظ مثل الهرم المقلوب، وهذا ما يحدث تماما مع الدكتور أحمد العرفج، خاصة بعد دخوله مدار الأرضية مؤخرا كنجم تلفزيوني على برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، ليشيد بسلاسة اللفظ واكتمال الفكرة ممزوجا ببهارات عرفجية أتت من أرض كانت جدباء ثم زرعها أحمد بقراءات متنوعة وزاخرة. إلى الكاتب عبد العزيز الخضر، والذي قال: بداية مختلفة مع الشاشة لم تكن مجرد فقرة تلفزيونية عابرة، وإنما نواة لتشكيل فقرة مفقودة في برامجنا الإعلامية للاستفادة من هذا الكم الهائل من المواد المتناثرة في فضاءات اتصال غير محدود، ليحفر بها عامل معرفة مختلف ويعيد بناءها من جديد. أما الكاتب حسن الحارثي فقال: في يا هلا بالعرفج استطاع هذا الثنائي أن يكسر حدة البرامج الحوارية ونمطها الرتيب. قد تكون هذه الطريقة مستحدثة في برامجنا الحوارية، خصوصا تلك التي تتقاطع مع هموم المواطن ومشكلاته اليومية. أما الصحفي حسن حميدوي فيعلق أن البرنامج استطاع أن يلفت جميع الأنظار انتقادا أو إشادة، وذلك لما يقدمه من وجبة إعلامية دسمة، ولعل أبرز ما أفرزه البرنامج هو تغييره للصورة النمطية السائدة لبرامج التوك شو، واستطاع أن يقدم نموذجا أكاديميا لتعريف التوك شو من حيث العفوية في الحوار، وعلق على ثنائية العلياني وعامر المعرفة أنها تبدو مثل ثنائية الشهيرين محمد نور وأحمد بهجة، وذلك في عملية تمرير الكرة أمام قدم المهاجم ليحرز الهدف. إلى الكاتب علي أحمد المطوع فقد بدأ مشيدا بالأسبقية وطريقة التقديم ونوعية الطرح، وذلك يعود إلى أسباب عدة أهمها تلقائية البرنامج، وهذا يزيد من أعباء العاملين عليه ويرفع من نسبة المخاطرة في احتمالية ورود خطأ لا يمكن إصلاحه عاجلا أو آجلا، ملقبا العلياني بالمايسترو الضابط لجوقته الموسيقية لتعزف لحنا ينسجم وطبيعة الحدث. أما العرفج فهو ما يضيف للبرنامج بعدا جماليا آخر لا يقل عن مضامينه الإبداعية الأخرى. الكاتب أحمد عدنان علق بأن أحمد العرفج النجم الصحفي المتحول إلى نجم تلفزيوني يستحق، لكن سؤاله كان: ألم يئن الأوان ليتحول النجم إلى كوكب؟ الكاتب ناصر خليف قال: عمق البرنامج الحواري المباشر يا هلا بالعرفج على قناة روتانا خليجية، وسأحاور أن أسبر أغوار كيفية نجاحه ووصوله للناس بقلب خاص أقرب إلى الأسرية منه إلى أي شيء آخر، فالمبدأ يقول: إن الضدين لا يتوائمان معا ولا يجتمعان ويغتاب بعضهما بعضا، ويقصد بالضدين شخصية عامل المعرفة أحمد العرفج، ويجيب: ما خلا المعرفة من ألقاب، فهو في متناول الناس بسيط متواضع مثقف وقارئ حد التخمة. الكاتب الكبير جاسر الحربش علق بكل جد: علي العلياني وأحمد العرفج يشكلان إضافة متميزة من المرح التربوي والتعليمي والترفيهي على البرامج السعودية الصحراوية الناشفة. لا أدري لماذا أتذكر فورا الكوميديين الأمريكيين لاور وهاردي عندما أشاهد العلياني والعرفج في يا هلا، ربما لأن أحدهما نحيف والآخر بالعكس، والنحيف يتظاهر بأنه لم يفهم ويسأل كثيرا، والأكثر امتلاء يبدو دائما واسع الصدر وعنده جواب جاهز وممتع على أي سؤال. أما الناقد مفرح الشقيقي فقال: أتحدث عن فكرة تبسيط الثقافة وتقديمها للناس، وكيف استطاع يا هلا بالعرفج أن يفعل ما عجزت عنه مؤسساتنا الثقافية، وهو تحرير الثقافة من نخبويتها المزعومة وجعلها فعلا جماهيريا وأساس الثقافة. الكاتب بدر الخريف كانت له كلمات مطولة عرج فيها على معرفة العرفج وتأثيره من خلال مؤلفاته وأطروحاته المتكررة، وأنه حجز موقعا بين أبرز الأقلام الساخرة في السعودية، ناقلا عن الكثيرين ممن قالوا في العرفج أقوالهم كالكاتب عبد الرحمن الراشد رئيس التحرير السابق لجريدة الشرق الأوسط، وذهابه إلى القول أن العرفج أسس لنفسه أسلوبه وموضوعاته وأفكاره، وقوله:
أقرأ لأحمد ليس لأنه صديق أو لأنه يفرض علي مقالاته، وليس لأن بعض الزملاء يقومون بتدويرها من جديد، وليس لأني أخاف أن يسألني في كل مقابلة معه إن كنت قد قرأت مقالته الأخيرة. أقرأ لأنه يختلف عنا جميعاً ككتاب، فقد أسس لنفسه أسلوبه وموضوعاته وأفكاره وسار على الدرب لا يحيد. وعرج الخريف كذلك على مؤلفات العرفج والتي اتسمت ببصمته العرفجية. هذا ما أسعفنا الوقت والمقام على جمعه ورصده، وإلا فالحديث في أقوالهم عن يا هلا بالعرفج يطول ويطول. يتساءل الكثيرون وخاصة ممن ارتبطوا بظهور الدكتور أحمد العرفج الدائم، كيف يقضي الدكتور يومه؟ ما هو السر خلف هذه الثقافة العريضة الواسعة؟ ما هو السر في يعني كثافة الإنتاج على مستوى الكتابة والتأليف والحضور الاجتماعي، وأيضا الحضور في كل مواقع التواصل الاجتماعي ونشرة العرفج اليومية اللي تصل للناس؟ أستاذنك يا دكتور في عرض هذا التقرير، بعدها مجهزين لك مفاجأة. يعني لو قلت لا حتى تأذني ليش؟ حتى غصبا عنك. يلا حطوا التقرير. هذه النهاية اليوم دلعينك هالتقرير شباب. بمناسبة المئوية رافقت كاميرة يا هلا عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج ليوم كامل لنقف على عاداته ويومياته. العرفج كائن صباحي يستيقظ صباحا ولا يبدأ اليوم إلا بكوب من الشاي الأخضر والذي يزعم أنه ارتبط به لروائيات إبراهيم كوني. القراءة هي هواؤه وماؤه وزاده، فيقرأ حتى الواحدة ظهرا، وما يفصل العرفج بعدها عن قيلولته قيلولة العلماء وجبة غداء، وهي حسب ما يزعم مما تيسر. يستيقظ وله موعد مع شاي الخامسة، هذه المرة يقول إنه تأثر بالإنجليز، وينطلق بعدها للرياضة والتي ارتبطت سواء في جدة بضم الجيم أو الرياض بالمقابر، فهو يرى أن السكينة القابعة أمام أسوارها خير من ضوضاء المدينة. ولأنه يقول الأوقات الميتة أكثر حيوية من تلك الحية، فقد قرأ العرفج عبر أذنيه 200 من الكتب المسموعة كلها في فترة الرياضة حول المقابر، إلا أن البخلاء وأخبار الحمقى والمغفلين ونهج البلاغة تكاد كتباً يحفظها عن ظهر قلب بسبب تلك العادة. يعود بعدها ليفرغ ما قرأه ويدونه ولينطلق في الكتابة المسائية، فهو على خلاف شيخه العقاد الكاتب الصباحي، والعرفج لا يمتهن سوى الكتابة وليس له دخل غيرها. العرفج كثير الترحال، فلا يقر في مدينة واحدة أكثر من أسبوعين، ويقول دائما أن الدنيا دار ممر وليست دار مستقر. بقي القول أن العرفج أحب المعرفة فتزوجها لينجب عنها 7 أبناء، هم على التوالي اصطخاب المفردات، ثم الخطايا أسئلة، والذي هو ديوان شعري، ويزعم العرفج اعتزاله الشعر لأنه من الخزعبلات المرتبطة بالجن. بعدها جاء ابنه هذه صناديقي، ثم الغثاء الأحوى في لم غرائب الفتوى، وبعدها المختصر من سيرة المندي المنتظر، فالمهمل من ذكريات طالب تنبل، آخر أبنائه نواصي أبي سفيان العاصي. الخبر الذي قد يكون سعيدا للجميع أنه ينتظر ابنه 8 خلال أشهر، واسمه يوميات مع الأزواج والزوجات. يسدل الليل ستاره، يعود العرفج إلى فراشه وينتظر يوما جديدا ما بين قراءة واستماع وكتابة وكثير من الشاي. عجبتني النومة طبعا. شوف مصعب، شكرا على التقرير، كل اللي ذكرت صادق فيه إلا شيء واحد، ليس له دخل إلا من الكتابة. هذه لا 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 لا, لا. طيب بس المفاجأة بس جاهزة شباب. يشوف معانا اتصال هاتفي من كاتبنا الـ الـ لا لا طيب
طيب يعني جهزونا عشان نجد. طيب ممكن أتكلم سعد بس دقيقة أعلق على الشريط. الحين جايبيني كني أحبل نايم، ترى القصد أنا ما دريت أنكم تنزلون بهالشكل. هو قال لي بصور وكذا أمزح حسب الذكريات. أنا حط مسجل قبل لا أنام، لأنه تعرف عبال تنام تتقلب ثلث ساعة أنا أسمع أشعار طاغور، أشعار مقولات الغاندي كذا تساعدك على النوم والراحة. ولما جابوني أفرش هو كان في مسجل في دورة المياه، عندي مسجل دائما أسمع، لأنه تعرف الأوقات الميتة. تعرف في دراسة في الصين يقولك الإنسان يقضي 3 سنوات من عمره في الحمام. طيب أيوه، فأنا 3 سنين ذي استغلها بالكتب. تفضل. جميل جدا. معنا الحقيقة على الهاتف كاتبنا الكبير والقدير الكاتب الساخر اللي أنا أعتبره الحقيقة فخر لنا كسعوديين، الكاتب والصديق العزيز خلف الحربي. مساك الله بالخير أبو فهد. مساك الله بالخير. هلا أبو سعد، ومساك الله بالخير يا أستاذ أحمد وجميع مشاهدين. يا هلا هذا البرنامج الرائع المتميز اللي كل سنة يزداد تألق. تسلم، هذه شهادة نعتز فيها اليوم. أبو فهد، إحنا مرة يعني استعرضناك ككاتب والعرفجة حط مزاياك وحط عيوبك وحط كل شيء، فاليوم أنت أنا في الحلقة المية لك حق الجلد الحقيقة وفي في في, في أحمد العقال، وهذا العقال أعطيه عقال وابد هو جاهز والله، ودي فرصة على الهواء بعد. فالكلمة لك، راح نتكلم اليوم عن أحمد ككاتب وأحمد ككاركتر، والكلمة لك تفضل. والله أحمد ككاتب يعني أنا يعني لا أقيمه، لأني أصلا أنا تحت التقييم، وأنا من الناس اللي يمكن هو ناقد يعني أو يشتغل بالنقد ويحق له أنه يقيمني أو يقيم أي كاتب آخر، لكن أنا من الناس ما أحب التقييم لسبب أني أشتغل في نفس الصنعة، ولا أشوف أنه من الصواب أنه ان اهل الصنعه ينتقدون مو بينتقدون بعض او يقيمون بعض. لا. صح يعني خصوصا انا الا اذا كان واحد يعني عامل في مجال النقد. نعم. احمد كاتب معروف ما في شك، ومثل ما قلت يعني اترك التقييم لاسباب متعدده، يعني هو يعني انسان يعني كاتب وله جمهور ومعروف ولغته جميله، انما كل هذا مثل ما قلت لك لا يؤهلني للتقييم. نعم. يمكن افضل اني اتكلم عن أحمد الكاركتر اللي هي جزء من أحمد الكاتب، يعني ما فينا نفصل، اللي هي بشكل أو بآخر تقييمي الخاص. أحمد أجمل ما في أحمد العرفج هو عفويته، والإنسان بقدر اقترابه من العفوية بقدر اقترابه من الحقيقة، وكل ما ابتعد عن العفوية وتصنع وبحث عن الرصانة الزائدة فهو في الواقع يبحث عن صورة ما تشبهه. ما أبغى أقول يبحث عن شيء غير الحقيقة. أجمل ما في أحمد إنه حقيقي، وهو طبعا يعني له بصمته، له لونه، له شكله، في سواء في البرنامج أو في تويتر أو حتى في مقالته يعني مختلف. يعني أنا من الناس لما أشوف مقال أحمد العنوان سجع كذا باللغة العربية، يعني ما يحضرني الآن يعني سجع معين ولا أرتجله، والصورة ما شاء الله يعني بالقبعة الإفرنجية الكبوس، فتشوف الشكل شكل هيتشكوك، الصوت صوت الجاحظ، يعني لما تقرب تشوف إن صديقك أحمد العرب. أحمد جميل في كل حالاته، إنسان يعني عنده بلا شك مخزون ثقافي كبير، سهل يعني متواضع مع الناس، مع قرائه، مع متابعينه في تويتر، صدره وسيع، هذه كلها يعني صفات يعني تساعد على الاتصال بالناس، تساعد على فهم الناس، وتساعد الناس على يعني فهمه وتقبله. مشكلة احيانا عندنا ان النخبة يكون بينها وبين الناس حاجز. احمد يعني من الناس اللي كسروا هالحاجز ونحييه عليه، يعني لان مو بس يفيد نفسه في هذا الموضوع، يفيد يعني يفيد الوسط اللي يشتغل فيه، ويفيد ويلغي هالعزلة اللي يعيشها يعني الكتاب أو أحيانا النخبة يعني عن الناس وعن الشارع. يعني أحمد من الناس اللي كسروا هذا الحاجز، ومن الناس اللي صدره وسيع. يعني أنا مرات لما أشوف، أنا أقول أحمد ملك الريتويت أمزح معه أحيانا أو كذا، هو لما يرتويت ما يرتويت بس الناس اللي يمدحونه، كم أنت رائع، كم أنت مبدع،
حتى اللي يهاجمونه وحتى اللي يشتمونه حتى ما عنده أي مشكلة، وهذا لون من يعني ألوان الديمقراطية والثقة بالنفس. نعم. يعني هذا بشكل عام، يعني هذا كشخص أنا كمتلقي، ما أتكلم نعم نعم يعني ككاتب أو كشريع، يعني من الناس كمتلقي أعتقد نفس الشعور أو نفس الانطباع اللي أحس فيه هو اللي يحسون فيه بقية المتلقين لما يشوفون شخص بهذه العفوية وهذه الصراحة وهذا الجمال. شكرا لك الأستاذ خلف الحربي على هذه المشاركة والمداخلة، وياليتك كنت معنا لكن أنت في دبي وإن شاء الله نشوفك قريب. شكرا لك من الأعماق. بإذن الله. شكرا جزيلا. نعم. شكرا. بس تسمح لي أبو سعد، يعني مو معقول يتكلم ولا أتكلم إلا تفضل. أنا والله أحيي أبو فهد وأشكره، ويظل أبو فهد أستاذ لنا. يعني أنا الكلام اللي قاله أسعدني كثيرا، ما كنت أحلم والله ولا بنصه، وأقولها صادقا، رغم أنه يعني هو وصفني وصف كأنه في أعماقي، رغم أنه أنا وخلف لقاءاتنا قليلة جدا، يمكن الوصف اللي قاله ما يصفوني فيه أقرب الناس اللي يعرفوني ما يقدرون. بس في جزئية أنا ما بدافع عن العرفجة، بدافع عن فكرة البرنامج. ليس هناك تقييم، حنا نقول في مقاييس عندنا في المقالات وناخذ عليها راتب، والله أحيانا ما ودي في الكتابة أدخل فيهم، نمشي عليها وفق مقاييس كتابة المقالة فقط. وكل اللي استعرضناهم ترى كتاب أساتذة وجيدين، والسلبيات ليست سلبيات، هي وجهات نظر تختلف من شخص إلى شخص فقط. أنا أحيي أبو فهد وأشكره من الأعماق أنه يعطيني هذا الوقت وهذا الكلام. نعم. أنا أشكر والله خلف مرة ثانية، مع علمي اليوم أنه كان كثير مشغول وفي قمة الانشغال، لكن شكرا أنه كان معنا في الحلقة. أي والله شكرا. المئوية. شكرا. هناك اليوم مفاجأة لعامل معرفة الدكتور أحمد العرفج، وهي عبارة عن مشاركة عزيزة أبت إلا أن تكون حاضرة في هذه الاحتفالية، وأنا متأكد أنها ستضفي لهذه الحلقة رونق آخر. نتابع هذه المكالمة المسجلة، وهي قصيدة مهداة لك من أقرب الناس، نتابع. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله الدكتور أحمد، وأسعد الله الأستاذ علي، وأسعد الله الجميع في الدنيا والآخرة. هذه فرحة، وأنا أشارك لفرحتي بأخي وتنامي هلاء المئة. وبعد إذنكم خذوا كلمة في ثواني عن الدكتور أحمد. أحمد هو اليتيم الذي جبر الله كسره بفضله، وأحمد هو الابن البار والصديق لأمي، زاده الله برا وشموخا وتوفيقا. وأحمد هو الأب العطوف لكل أفراد الأسرة، ولا نكافئه إلا بالدعوات. وأحمد هو عامل المعرفة المبدع الذي شق طريقه في وعثاء الدرب. وبالنسبة لي ينطبق عليه قول الشاعر: يا ما خذينا من حنانك عطية، وش عندنا في مثلنا اليوم نعطيك. وهذه أبياتي أهديها له. هلا هلا بالعرفج أعداد الأشهاد، وأعداد ما يهتز خضر الجريد، بأحمد وأحمد لا حضر حلة أعياد، حضور ما يوصف بقاف القصيد، عسى الفرح رفيقه انراح وانعاد، وعسى الوصل في كل ساعة يزيد، أحمد يشابه للمطر كل ما جاد، تحيا به قلوبا زمنها عنيد، دربه عن دروب الثقافات ما حاد، شخصية تسعى لكسب الجديد، إذا اعتلى في منبر بالأدب فاد، يهدي على الجمهور قرا فريدي. هلا هلا بالعرفج أعداد الأشهاد، تحية مرسوم لها من وريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسان هذه الحقيقة، قصيدة من أختك من العرفج وأختنا أيضا، أشكرها الحقيقة من الأعماق، وكل مدح في العرفج هو مدح فينا، فالحقيقة أشكرها شكر كبير. يعني أول شيء أبو سعد أشكركم على المفاجأة هذه، أنا أول مرة والله أسمع القصيدة، أول مرة أسمع أختي ما شاء الله بالتلفزيون الله يحفظها أختي منى،
وبالمناسبة أنا والله كنت أتمنى أمي أنها تتكلم، لكن أمي صعبة عليها. نعم. لكنها ما نسيت، دعت لك ودعت لي ودعت لكل المشاهدين، الله يحفظها. آمين إن شاء الله. راح نروح إلى مزاين الكتب، بس قبلها بنروح فاصل ونعود لكم، وجو في مفاجأة بعد، تابعوني. اهلا وسهلا بكم في حلقه من حلقات اهلا بالعرفج. لا زلنا مستمرين بالاحتفال بالحلقه 100 للدكتور احمد العرفج. اهلا وسهلا فيك يا دكتور. فتوى الاسبوع حكم الاحتفال بالمئويه. الحين قبل الحكم الاحتفال بس جايبيني عشان كذا اتفرج، لو خلتني في جده اتفرج وانا زيك، بس ما جايبيني ما اتكلم ولا شيء. يلا خلاص بعدين ارد. طيب لا شوف، بعد ما كثرت الاحتفالات في المئويه سئلوا بعض العلماء عن حكم الاحتفال في المئويه، وحنا نحتفل مئويه ديال، فالبعض يرى أنها غير جائزة لسببين: تشبه بالكفار، ويخشى ما يخشى أنها مع الوقت تتحول إلى عبادة. تعرف مثلا أنت يغوث ويعوق ونسرى، هذول الأنبياء كانوا أول ما ماتوا وحطوهم على شكل أنهم يذكرونهم بالصالحين، بعد كذا تحولوا إلى عبادة. فهم لا نخشى بكرة أنه يصير يوية يارب عرف أن يتحط له عيد ومتري إيه واحتفالات ورد. طيب نروح عند مزاين الكتب المسموعة. المسموعة طلع على الشاشة. أي العظماء المئة. العظماء المئة، احنا كل اليوم حول المئة. هشوف يا أبو سعد، هذا الكتاب طبعا ألفه مسيحي اسمه مايكل هارت. الكتاب هذا ترجمه وناس كثير، من أبرز اللي ترجموه أنيس منصور رحمه الله. الغريب في هذا الكتاب أن المؤلف مسيحي، والمفترض أن يحط، هو استعرض 100 شخصية مروا على البشرية، أعظم 100 شخصية. المفترض من يجيب أول واحد؟ عيسى بحكم أنه مسيحي، ولكنه جاب محمد صلى الله عليه وبارك. ليه؟ قال هذا محمد أعظم شخصية عرفتها البشرية، وبرر تبريرات كثيرة من أهمها، قال مكة ناس أجلاف بدو رحل، ومع ذلك قدر الرسول صلى الله عليه وسلم بقدرته وبفطرته وبتأييد من الله عز وجل أنه يقلب هذا المجتمع إلى مجتمع مسلم. لاحظ أنه ذكر رقم واحد العظماء المئة، هذا كتاب جميل لازم نقرأه كله. رقم 2 إسحاق نيوتن، رقم 40 جاب عمر بن الخطاب، بعدين استعرض عدل. لكن أنه مسيحي، شوف مسيحي ويحط محمد صلى الله عليه وسلم، نحن والحمد لله ممتلين بمحمد ولا احنا بحاجة، لكن لما يجي واحد عدو لك أو مختلف ويجي يحط محمد رقم واحد، هذا يعطيك تعزيز للحقائق اللي عندك. ولذلك يقول الشاعر: شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. لما تيجي شهادة من عدو واحد، ترى أكثر الناس أعدائك كلهم يمدحونك يا علي، وهذا معناته أنا لما مدحتك ترى مجاملك لصديقك، لكن لما يمدحك عدو. فأنا أوصي بهذا الكتاب، وهو بالمناسبة من الكتب الجميلة اللي استعرضها فالح الرويلي في فكرة الكتاب. نعم. المسموع. نروح مزاين الكتب. 100 عام من 100 العزلة. 100 عام من العزلة. شوف أبو سعد، أنا أحب هذا الرجل، أحب ماركيز، تأثرت فيه. ماركيز مرة توقف عن الكتابة، فما كان عنده أكل، فجايع ولا كتب، فقالوا ليش ما تكتب؟ قال لا أستطيع أن أكتب ومعدتي فارغة. فأنا أخذت منه هالمثل. شوف ماركيز هذا يا أبو سعد 100 عام من العزلة كتب هذه الرواية، وأتمنى أي واحد بيكتب رواية يقرأها. إذا ما تكتب رواية بهالشكل فلا تضيع أوقات الناس وتضيع أوقات الحبر وتضيع نفسك. هذه ذكر 100 عام من العزلة في حياة مجتمع معين. أيضا لازم أن نستشهد في كلام العقاد لما سئل لماذا تقرأ، قال أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفيني. 100 عام من العزلة تعطيك 100 عام من الحيوات. نعم. طيب احنا اليوم برضو راح نتكلم عن كتابين لك، اللي هو المهمل من ذكريات طالب تنبل، وهي الحقيقة سيرة دراسية من الابتدائية للدكتورية. أنا كتبت مقدمته وتشرفت بذلك، راح أتحدث أنا عنه بعد شوي، لكن احنا جاهزين يا شباب؟ وايضا راح نستعرض كتاب النواصي الجديد. تفضل. اذا سمحت. اللي صدر الاسبوع هذا. صدر هذا الاسبوع، هذا اخر نتاجات العرفج. وايضا كتب مقدمته صديقنا العزيز بتال قوس. والكتاب ولد اثناء يا هلا بالعرفج، عشان نعم. كذا احنا هذه بركاتنا عليك. بركاتكم لا تعد ولا تحصى يا سيدي. نعم. فأنا خلينا نبدأ في المهمل. المهمل الحقيقة أنا فعلا تشرفت بكتابته واستمتعت كثيرا، وهذا الكتاب أنا
قلت أنه أي وزير تعليم بيمر على السعودية وبيشوف تاريخ التعليم ومشاكلنا فيه، أنا أعتبر أن هذا الكتاب مادة دسمة ورائعة، وفي نفس الوقت أي أحد محب للقراءة أو الرواية فهذا أيضا ممتع. هو دمج رائع جدا بين السيرة والرواية، وهذا دائما كان ينصح فيه الدكتور أحمد في فترات مضت. الكتاب عندما تقرأه تضحك وتبكي وتتأمل وتتذكر وتتحمس، وفي لحظات الأحباط يشعل فيك الحماس والعودة إلى الإصرار والنجاح. العرفج كان هنا أصدق الناس، تحدث عن خيباته بكل عزة وتحدث عن نجاحاته بكل أيضا فخر. كتاب مليء جدا ورائع، أنا أيضا أنصح بقلد العرفج، أنصح بقراءته، ولا حد يجي يسلطح علي وكذا. إيش رأيك؟ حلو، تعرف إيش رأيك؟ هذه ممتازة. بس أنا يهمني يا أبو سعد صورة الغلاف، اشرحها لأن هي أهم شيء عندي. صورة الغلاف، صورة الغلاف الحقيقة هذه طبعا شهادة الدكتوراه اللي أخذها من برمنغهام، وهذه أقدام والدتنا لولو العجلان والدة الدكتور أحمد العرفج، لما جاء من لندن وضع الشهادة تحت قدميها تكريما لأمه بأنه كل شيء يعني كل شيء كان بعد الله بفضل توجيهها ودعمها وحبها. وإذا كان في الأثر يقال الجنة تحت أقدام الأمهات، فالشهادات أولى أن تكون تحت أقدام الأمهات. نعم نعم. وهذا ليس فيه هانة، بل يعني قيمة الشهادة وأن الأم أكثر قيمة من الشهادة. نعم نعم صحيح. طيب رح نستعرض الكتاب الثاني. احنا عندنا فاصل يا شباب، خلونا نروح فاصل إذا سمحت. اهلا وسهلا بكم من جديد، لازلنا مكملين في الاحتفال بمئوية العرفج في حلقه من حلقات يا هلا بالعرفج. هلا فيك دكتور مره ثانيه. احنا استعرضت كتابك مذكرات المهمل من ذكريات طالب تنبل، وصدر كتابك الاسبوع الماضي من نواصي ابي سفيان العاصي. قدم الكتاب زميلنا وصديقنا وحبيبنا الغالي بتال قوس، وهو الحقيقه يشرفنا اليوم معي على الهاتف. بتال قوس مساك الله بالخير. مساء الخير علي، مساء الخير الدكتور أحمد، مشاهديك الكرام. في لقطة ختام اليوم محفوظ من عندك اليوم علي، لقطة ختام بمناسبة حد مئوية للدكتور الجميل، الصديق الطيب اللطيف، الرجل اللي يعني أجمل عنوان أن تقول لأحمد العرفش، ورجل متصالح مع نفسه قبل الآخرين. نعم الحقيقة يعني من الأشياء اللي ممكن تتحدى عليها وتراهن عليها أنك تجد أحمد العرفج يعني عقد الحاجبين ومعصب، رجل دائما ابتسامته تقدمه للناس ولطفه واختيار انتقاء لمفرداته في كتاباته وفي تغريداته وفي حتى لقاءه بالآخرين. يعني أتمنى إن شاء الله نحتفل بها أكثر من مئوية، يعني عقبال العالمية لأحمد إن شاء الله. خبنا صعبة قوية. والله أنتم بتدخلونا في زاوية ما نحب ندخل فيها. طيب خلني بس أسألك بتال، أنت قدمت الكتاب والحقيقة مقدمة باذخة، أنت تعبت فيها صراحة. واختصرها ترى علي. كيف؟ اختصر ترى، مو المقدمة أطول من كذا. لا يستاهل العرفج وانت كريم. لكن السؤال، انت ايش الابرز الايجابيات اللي شفتها انت في النواصي؟ والله شوف، هو النواصي كتاب كتب بطريقه السهل الممتنع. طبعا السهل الممتنع في اي مجال، حتى خلينا نتكلم عن مجالي، حتى في تدريب كره القدم او فرق كره القدم يقول لك هذا فريق يلعب بطريقه السهل الممتنع. هي طريقه سهله، لكنك عندما تاتي لتنفذها تشعر بصعوبتها. نعم. هي حد فاصل ما بين البساطة والتخصص أو الدخول في عمق التخصص. أحمد الحقيقة ينتقي مفرداته بجمل قصيرة في النواصي ولكن بشكل ممتاز، عينها الحقيقة فاحصة جدا وأصبعه يضعه على الجرح مباشرة بدون أن يلف أو يدور،
وإن كان في كتاب يعني نمط أبي سفيان دائما يحاول خلف إصبع أبي سفيان أكثر من أن يظهر نفسه، لكنه هي 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 هو استتار كان لذيذ وجميل في الكتاب أو في النواصي. هو كتاب من النوع الذي تقرأه في بيتك، في المقهى، في التاكسي، تقرأه في أي مكان، يعني كتاب من النوع يعني تقرأه حتى من المنتصف، من آخر الكتاب، من أوله، يمكن أن تستفيد منه من أي مكان. كتاب جميل للغاية، وهو من نوعية يعني الدكتور أحمد العرفاج، وهذه نوعية الكتب التي يجيدها، واللي لاحظ تغريدات أحمد هي أيضا تذهب في هذا السياق، البساطة وخفة الدم. نعم. اللطيفة وحتى السخرية التي لا تجرح. نعم. يعني هو يمارس أحيانا نقد ساخر بقوة، لدرجة أنه أيضا أحيانا يلقي عبارات سخرية على نفسه. أيه. ليس من أجل أن يضحك الآخرين، ولكن حتى يقدم نفسه مثالا لقبول النقد الساخر. طيب بس شو اسمه، بتقول سالفة خدعة المقدمة ولا؟ لا، هو أحمد طبعا شرفني بكتابة المقدمة وطلب مني أن أكتب المقدمة، وأنا أحاول في كل لمدة عايشتها مع انتعالي لمدة سنة كاملة أقنعه، يقول لي يا أحمد أنا ما أعرف أكتب مقدمات، يعني لست لهذا النوع من الكتابة. وهو كل مرة يقول لي كلام كبير وجمل كبيرة، وأنت اللي تسوي وأنت اللي تقدر، وأنا قرأت مقالاتك، يعني كل وسائل الإقناع. المهم من كثرة الانشغال قلت له نهاية الموسم أحمد أنا بكتبها إن شاء الله، خلي الموسم ينتهي الرياضي أكون متفرغ وأقدر أكتب لك أكتب المقدمة بطريقة يعني أكون راضي عنها. فقال لي أوكي، مضى نهاية الموسم وأنا سافرت ما قدرت أكتبها، فبداية الموسم قلت له نهاية، قال لا 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 الكتاب تحت الطباعة لازم تكتب الآن. فعشان يوجد طريقة للإقناع أكثر قال لي طيب الكتاب الثاني ترى أنا معطيه علي العلياني صاحبك، وترى في أسبوع واحد قلت لك اكتب لي المقدمة وقدمها لي، ما تستحي على دمك أنت علي، في أسبوع علي يكتب في أسبوع وأنت اللي ما عندك لياقة. استفزني صراحة. المهم اني عرفت بعد كذا علي انك الى الان انت ما اعطيته المقدمه. لا اعطيته اياه بعدك بثلاث شهور بس عشان اكون منصف. عموما بتال قوش شرفتنا اليوم، شكرا لحضورك معنا، دائما انت متالق في كل حالاتك. الله يحفظك علي، انا سعيد بني اكون معكم. نعم. وسعيد اكثر باحتفالكم بالزميل الجميل دكتور احمد، اتمنى لكم التوفيق في برنامجكم وفي استضافاته الدائمه. شكرا لك، شكرا لك بتال قوس، دائما متالق. تقول شيء؟ اي والله، اول شيء اشكر يا اخي، الله انت اليوم اكرمتني بمفاجآت لا تعد ولا تحصى. بتال يعني انسان في كل ما تحمل الكلمه جميل، لكن ترى انا اخترت بتال حتى اعمل تطبيع بين الرياضه والثقافه، وذكرت هذا في المقدمه، قلت لماذا بتال، وذكرت تسعه اسباب ليش اخترت بتال، يعني مو قمت حكيت راسي الصباح وقلت اكتبها يا بتال. بعدين اللي لاحظ في كتبي يا ابو سعد اني انا ما اخلي ناس كبار يقدمون، يخلي زملائي لانه هم حق. احمد عدنان قدم الكتاب الاول، انت قدمت الكتاب الثاني، بتال قدم الكتاب الثالث، فهد العامر الاحمدي الله يطول عمره اعطاني مقدمه الاسبوع ذا للكتاب القادم، اللي بعده احتمال يكون محمد الرطيان كتاب عن السعادة، وهكذا كلهم أصحابي اللي يعرفوني هم اللي يقدموني، أنا ما روح أجيب والله أدونيس يقدم لي هو ما يعرف عشان. نعم. يكتب شيء مجامل. نعم. هذا السبب بس. نعم. هذا من نبلك، وبالعكس إحنا اللي نتشرف نكون معك دائما. الله يحفظك دكتور. اليوم الحقيقة بمناسبة مرور المئوية الأولى على يا هلا بالعرفج، هناك غنيتان هما مفاجأة أخفاها الحقيقة عني أحمد العرفج وتحديدا حتى فريق الإعداد، يعني حتى لعب في حسبة فريق الإعداد عندي صار الولاء لك أكثر، فأنا صراحة ما أدري عن الأغنيتين هذه، لكن أكيد قل له إيش الأغنية عشان أتكلم عنها قبل لا يحطها. أول واحدة وش هي؟ أول واحدة توم قال أول للفنان العزيز عبد الله القرني، عبد الله القرني. ايوه عبد الله القرني. اول شيء اشكر عبد الله، واشكره ايضا رغم اني زعلان منه، هو الان اللي كتب الاغنيه وسواها وجهزها شخص محب لي ولك من رجال الاعمال، وابى ان يذكر اسمه، سمى نفسه حرف ولا نعرف. عبد الله اشتغل عليها، واغنيه انا ما سمعتها بس قالوا انها جميله، لكن انا نيابه عني وعنك وعن كل مشاهديها اشكر الشخص الجميل هذا اللي ما اعرف اسمه ويحبي انا وياك، يحبنا كثير واعطانا الاغنيه هذه، خلينا نسمع. نعم، شكرا لحرف وشكرا لعبد الله القرني، ونتابع.
شوف وعيش يا هلا علي توهج واعتلى شوف وعيش يا هلا علي توهج واعتلى صوت المواطن للوطن والعرفة يزيد هلا صوت المواطن للوطن والعرفة يزيد هلا جميل جميل والله صح لسان الشاعر وشكرا لعبد الله وشكرا أيوة لكل من نفذ شكرا لحرف وشكرا لعبد الله يا أيوة اخي حطونا بهاء والله يعني ما كنت يعني أحلى. ما عليكم زود اعطيتونا اكثر مما نستحق. خلونا نتابع الاغنيه الثانيه المهداه للفنان الكبير سعد جمعة. بس اقول كلمتين سعد فرصه اني اقول انا وانا في المتوسط اسمع لهذا الرجل الجميل المطرب الموهوب اللي اقول لك تتعب على تقول عن جماليات وصوت مميز سعد جمعة انا لم اراه في حياتي والذي نفس احمد العرفج بيدي لم اقابله محبه فقط من خلال الاتصالات والواتساب ولحن الاغنيه الجميله هذه واداها بصوته هديه منه لي ولك. خليني اقول لك كلمه عن انا كتبت عن سعد جمعه كم مره لكن اقول لك سعد جمعه في عام 1980 الناس في الرياض لا تعرف عن اليمن الا بياعين الفول ولا يد العامله ما كان احد يعرف اللحن اليمني. سعد جمعه هو الذي سعود الاغنيه اليمنيه ونقل لنا اصل الفن اليماني نقلوا لنا وبدينا نسمعه عن طريق سعد جمعه. انا احيي هذا الرجل النبيل الطيب وادعو لتكريمه مره ومرتين وثلاثه بالذات في الجنادريه وغيرها. انا ادعو لتكريمه وادعو الى دمعه وانا اقول انه سعد جمعه يعني مفروض مكانه يكون في يعني في مستوى اخر. لكن بس خلينا عشان لا يفوتنا نشكر أيضا الشاعر اللي كتب الكلمات خلف الشلهوب هذا من بركات تويتر والله لا أعرفه ولا يعرفني أرسل لنا الكلمات ولا أعرفه ولا يدري أين يسكن. أشكره أيضا من القلب وأشكر سعد وأشكر كل اللي دعموه. إذا نشكر سعد جمعة فنان الكبير ونشكر أيضا الشاعر خلف الشلهوب اللي أهدى القصيدة لنا وللدكتور أحمد تحديدا من خلال تويتر. نتابع الأغنية.
ومن الأخير بالعرفة يا هلا وغلا. شكرا الحقيقة لسعد جمعة والخلف الشلهوب ما قصروا. دكتور احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نشكرك مرة ثانية وثالثة ورابعة، وإن شاء الله نحتفل بمئويات أخرى معك إن شاء الله. بس يا أبو سعد غالبا الناس دائما تشكر الشيء المشاهد والمعروف، أنا أشكر كل الفنانين والكتاب والناس اللي تعاونوا معي فيها، هلا سواء المطربين اللي كانوا يعطوني قصص الأسبوع أو الأستاذ سعد جمعة والفنان عبدالله القرني أو حرف أو خلف الشلهوب وطراد الأسمر اللي ما قصر صور البيت. أشكر طراد تصويره كان تصويره بجد، شكرا للطراد. أيضا دعنا نشكر ناس معينين ما حد يعرف جهودهم، أولهم الأخ العزيز مصعب. نعم. مصعب المرضي هذا الرجل الجندي المجهول في هلا خلال ما عندي أنا ناس مجهولين أبدا، أنا مصعب ثابت أساسي ثابت نشكره دائما على موسى الموسى الأخت أسماء محمد الحبيب في السابق كلهم. وبالمناسبة يعني بمناسبة هذه إن شاء الله أنه الأخ مصعب سيقرأ كتاب النواصي وسنرفعه في اليوتيوب هداء لكل جماهير وعشاق يا هلا بالعرفش، ويكون أول كتاب مسموع نسجله. لا نشكر المخرج برضو علي أبو حاتم أبو حاتم ونشكر ذور رغم أنهم دائما خلون صلح ثوبك ارفع شماغك معليش احترح وما حرفع ولا شيء بجلس ما أنا. بعدين يا أبو سعد بالمناسبة لازم أشكرك أنت شخصيا يا أبو سعد، أنا أصحابي كثير لكن مع الأسف إحنا في ناس يعني تحط المحسوبيات بشكل أنها تخاف تترجمها، أنت ما خفت جبت العرفج رغم أنه صديقي أصدقائك بالآلاف، لكن أنت ما أنسى والقصة إن شاء الله حرويها في حلقة ثانية كيف اقتحمت خصوصيتي واجبرتني على أن أطلع معك وطلعت وكانت هذه النتيجة النجاحات. وشكرا لكل الناس اللي حبوني وحملوني همومهم. نعم. شكرا لك دكتور مرة ثانية، شكرا لكم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في أهلا، نلقاكم في أمان الله.